انا فاكر زمان كان اول مره نسمع عن العناوين دي كان المتنيح نيافة الانبا بيمن. انا عارف ان هو حبيب ابونا، وكان لما يخش يتكلم في المواضيع دي وهو اسقف كانت الناس كلها تستغرب تقول ازاي بنتكلم في المواضيع دي وازاي سيدنا بيتكلم في الموضوع ده. فقال لهم ما يهمكوش انا الاسقف الابيح، كان يقول كده، يقول لهم ما بخافش من حد. وطلع ان الرؤيه اللي عنده دي من 20 او 25 سنه كانت في محلها، لانه احنا لو ما سمعناش عن الموضوع ده جوه الكنيسه نسمع منه فين؟ اكيد هنسمع منه بره الكنيسه، ولو سمعت بره ما تضمنش اي موضوع. فاحنا بنتكلم النهارده عن الجنس، الجنس كما خلقه الله، الجنس في رؤيه كتابيه مسيحيه زي ما بقول. وزي ما قلت لكم بنسحب الحرير على الشوك، ساعدونا ان نطلع الحرير ايه مش مجروح لغايه اخر المحاضره اللي بعده. الصورة دي يا جماعة احنا حاطينها ليه؟ احنا بنقول في سفر التكوين الاصحاح الاول لما ربنا خلق الكون كله من اول الاصحاح الاول الايات الاولى، رأى الله كل ما عمله فاذا هو حسن. لما جه خلق الانسان رأى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا. فبقول ان ربنا خلق كل شيء جميل، ولما جه خلق الانسان في اخر سفر التكوين يحط جنب كلمة حسن حسن جدا. فأنا لما بشوف منظر زي ده من الطبيعة لما ربنا خلق الكون والطبيعة والبحر والسماء بقول حاجة جميلة جدا، الله إيه الروعة دي. أما بروح في منظر طبيعي أقول الله، طب ربنا اللي خلق الطبيعة دي مش هو اللي خلقني وخلقك؟ اشمعنى لما بشوف الطبيعة بقول حاجة حلوة، لما بتكلم في الموضوع بقول حاجة مش حلوة؟ السبب بسيط قوي، إن الجنس تشوه بفعل الخطية، فأصبح كل كلام في هذا الموضوع غلط. ولأنه منطقة غريزة ومنطقة خطأ كل الناس بقت ملوثة تتكلم عنه بشكل وحش. لكن دايما افتكر طول الفيلم اللي احنا هنعرضه ده ان اللي عملك وخلقك وخلق اعضائك كلها هو ايد ربنا، وربنا عمره ما هيعمل حاجه وحشه. رأى الله كل ما عمله اذا هو حسن جدا. في فكره غلط يا جماعه بتقول ان الجنس ده من الشيطان، وان الجنس ده دخل البشريه بعد السقوط. ده كلام مش مظبوط، كنيستنا ما بتقولش كده. وعلى فكره في هرطقات ظهرت في تاريخ الكنيسه بتقول ان الجنس دخل للبشريه بعد السقوط. يعني الهرطقات دي بتقول ان ادم خلق بدون جنس، وبعدين لما سقط ابتدى يعمل الجنس. طبعا كلام مش كتابي ولا كنسي ولا اي حاجه، بدليل انه ربنا لما كلم ادم وحواء وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض، قالها لهم امتى؟ قبل السقوط ولا بعد؟ قبل، مش كده؟ وبعدين يقول لك من البدء خلقهما ايه؟ ذكرا. الله، طب لما خلقهما ذكرا وانثى، خلقهما ذكرا وانثى ليه لو ما كانش فيه معاشره جسديه وما كانش فيه خلفه؟ يبقى ايه معنى الكلام؟ واخدين بالكم ازاي كلام مش مظبوط؟ لدرجه ان في هرطقه ظهرت في تاريخ الكنيسه الاولى اسمها بدعه ماني، يجيب سيرتها معلمنا بولس الرسول في رساله تيموثاوس الاولى، يقول لك مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن تناول اطعمه خلقت لتتناول بالشكر. كان في واحد اسمه ماني بيحرم الجنس ويقول ان الجنس ده حرام، ده بولس بيقول دي بدعه. في اخر الايام ياتي قوم مرتدين عن الايمان. وفي تاريخ الكنيسه في القرن الثاني الميلادي ظهر العلامه اوريجينوس اللي نادى بهذا، والكنيسه بالمناسبه حرمته. ان اوريجينوس لو تفتكروا عمل عمله في نفسه ان هو ايه، لو فاكرين، ها حد يعرف عمل ايه؟ خاصة نفسه، وقال ان كده انا، هو كان بيتهيأ لأوريجينوس الهرطقة بتاعته، طبعا احنا ما بنؤمنش بيها، ان الاعضاء الجسدية موجودة في وسط الجسد، لانه مخه وصله الحتة غلط، انه زي ما شجرة معرفة الخير والشر موجودة في وسط الجنة، فالاعضاء الجسدية موجودة في وسط الجسد، فقرر ان هو يقطعها عشان يشيل من نفسه الشر. وهو لما يعمل كده هيشيل الشر؟ هو الجنس موجود هنا ولا موجود هنا؟ الجنس موجود فوق مش تحت، الجنس في العقل ويمارس من الجسد، لكن الغريزه موجوده فوق، مش كده؟ وبالتالي لو انت كنت عاوز تقطع يا اوريجينال كنت قطعت عقلك مش قطعت جسدك. فالكنيسه حرمته وقالت ان هو انسان اخطا، لان كلمه يوجد خصيان خصاهم الناس دي كلمه ليس معناها ان الانسان يخصي نفسه، يعني يزيل اعضائه الجنسيه، ولكن يعني يضبط غرائزه ويقودها بالروح القدس. اللي بعده، الصوره اللي بعدها يا جماعه بتتكلم، الصورة دي عبارة عن ايه؟ احنا بنتكلم على قصة الجنس كيف بدأت في الانسان. الصورة دي بتحكي ماذا حدث داخل الجنين. انتوا طبعا هتجيبوا البوينتر بعد ما اخلص، مش كده؟ الصورة لا نزل السهم شوية، انا يمين شوية شمال شوية في النص شوية اطلع فوق شوية، ربنا يكرم، اثبت هوب، شكرا، يعلم الله ما شغال، انا عارف الاهل، بس خلاص ما تلعبش بقى، بس ايه
هيختفي. طيب انتوا شفتوا فين السهم؟ طب الحق لقطة بس، شكرا. هو هنا الحتة اللي انا بتكلم عليها دي بيسموها الغدد الجنسية، انا بتكلم هنا في الجنين في الاسبوع السادس، لان حاجة غريبة جدا بتحصل في البني ادم في الاسبوع رقم 6 والجنين في بطن امه. مرة ان شاء الله في زيارة تانية هبقى اجيب لكم صور للجنين في بطن امه بالفيديو، هتعجبكم جدا، هتشوف نفسك صدق مسخرة وانت جوه حاجة عيل يعني تعييل، يعني تتاوب وتتمطع وتضحك وتغمض وتمسح ده وتخبط وتزعق وكل حاجه جوه، حاجه جميله يعني. العيل ابو شهور ده مكتمل النضوج، حاجه متعه ازاي تشوف نفسك وانت جوه في بطن الام، حاجه شديده الجمال يعني. فالبني ادم هنا انا بتكلم على الغدد الجسديه قبل التميز الجنسي، لقينا ان لغايه الاسبوع السادس الجزء العضلي اللي احنا شايفينه ده اللي هو عليه السهم اللي هو طار من شويه، ايوه الجزء ده كنا بنسميه الغدد الجنسيه، لا يوجد ذكر ولا انثى لغايه الاسبوع ده. طبعا هو الذكر والذكوره والانوثه بيحددها ما نسميه الهرمونات. الهرمون ده عباره عن ماده كيماويه بتطلع جوه الجسم، الماده الكيماويه دي بتحدد ما اذا كنت هتبقى راجل ولا هتبقى امراه. الهرمون ده الانثوي اسمه الايستروجين، والهرمون الرجولي اسمه التستوستيرون او بيسموه الاندروجين. اندرو مش في ولاد اسمهم اندرو يعني راجل، واندرولوجي يعني علم الرجاله، تمام؟ عشان كده كلمه اندرو دي كلمه يعني لغايه النهارده بتستخدم لما تسمي ان شاء الله ابنك اندرو لما تخلف، ربنا يكرمك ويحييك ويحيينا وتخلف. لما تسمي ابنك اندرو يعني ايه؟ ده ايه؟ ده اللي هو الراجل بقى، اللي هو ايه يعني؟ يعني الرجاله بقى متجمعه في راجل واحد. فاندرو جت منها كلمه اندروجين او تستوستيرون. لغايه الاسبوع السادس لما بنفحص الجنين تحت الميكروسكوب ما بنعرفش ده راجل ولا ست، لكن بيحصل ايه؟ انه الجنين مغروس من هو، طبعا حصل تلقيح للبويضه وهنشوف الكلام ده حالا، بنبقى عارفين ده راجل ولا ست من تحليل الكروموزوم، لكن بالعين المجرده ما نعرفش. بتبقى غده موجوده، والغده دي لما بيجي عليها الهرمون يحولها اما الى رجوله يبقى الراجل عنده خصيتين وعضو ذكري، او الى انوثه المراه تبقى عندها بويضتين ورحم ومهبل. ده معناه ايه؟ معناه انه لغايه الاسبوع السادس كلنا كنا حاجه واحده، تمام؟ يعني كلنا كنا حاجه واحده. وبعدين يطلع امر الهي الهرمون ده يبتدي يعمل ايه؟ ديفرنشيشن، يميز. وده شيء جميل جدا عشان كلنا نعرف من تاريخنا ان احنا كنا حاجه واحده، الراجل والمراه حاجه واحده، وربنا هو اللي بياخد القرار. حاجه عجيبه، لا انا ولا انت بناخد القرار، ربنا هو واخد قرار ده راجل ده ست. وبالمناسبه شيء ظريف جدا تعرفوه ان الفرق بين الرجاله وبين الستات الهرمون ده بين الهرمون الذكوره والانوثه كربونه وثلاث هيدروجينات CH3، يعني كل الهيصه اللي انتوا فيها دي ها كربونه وثلاث هيدروجينات، يعلم الله. يعني لو ابوك ما كانش كبر مخه في كربونه وثلاث هيدروجينات كان زمانك قاعد هنا. ونفس الكلام الستات ما عندهمش الكربونه دي والثلاث هيدروجينات اللي احنا بنسميه في الكيمياء، لو حد هنا دكاتره او صيادله، CH3 او ميثايل جروب. الميثايل جروب ده يتحط يتشال تبقى راجل، يتحط تبقى ست. وبالمناسبه برضو حاجه ظريفه جدا هتعرفوا بعد شويه ان كل رجل بداخله امراه وكل امراه بداخلها رجل. تقول لي ان شاء الله خير، انا قلقت خالص، ايه اللي بيحصل؟ كل راجل بداخله امراه، يعني كل رجل عنده هرمون الذكوره وهرمون الانوثه، وكل امراه عندها هرمون الانوثه وهرمون الذكوره. ده معناه ايه يا جماعه؟ ان ربنا من البدء خلقهما. ولو تاخدوا بالكم حواء طلعت منين؟ من ادم، يعني كانت حواء جواه. فانت بداخلك امراه، تقول لي ازاي؟ هرمون الاندروجين، طبعا بكلم، انا اسف يعني مش بدي محاضره في الكليه عندنا، ولكن هرمون الذكوره بيطلع من الغدد الجنسيه اللي هي الخصيتين عند الرجل، ويمشي في الدم وبعدين يتكسر جوه الكبد. جزء من هذا الهرمون بيتكسر في الخلايا الدهنيه في الدهون، فبيتحول هو بيتكسر الى استروجين. فالمراه الرجل بيبقى عنده تريس اوف استروجين، والعكس صحيح، المراه عندها اندروجين بيفرز من غده اسمها الغده الجار كلويه فوق الكلى. يعني كل ست لو حللناها هنلاقي فيها ايه؟ حته راجل صغير كده، وكل راجل جوه حته ست عشان نحس ببعض. تقول لي يعني نحس ببعض؟ ان شاء الله لما تتجوز يكرمك ويحييك ربنا، لما تقعد مع ان شاء الله خطيبه المستقبل ونشرب اتنين ليمون واحنا بنشرب ليمون، انت لازم يبقى ايه؟ تطلع مين من جواك اثناء الليمون؟ يعني الست اللي جواك، تحس بيها وتتفاعل معاها وتحبها، يطلع من جواك انوثه المراه. بس اكتر من اتنين ليمون ما تطلعش، فاهم قصدي؟ يعني
يعني تطلع المرأة في الحتة دي بس بعد كده ذكر بقى، فاهم قصدي؟ زي مالي مركزك يعني وهدومك. ونفس الكلام المرأة ليه جواها راجل ماشية بالليل وحد أذاها أو هيأذيها، تطلع له مين؟ اتنين ليمون ولا تدي له بالش يطلع الراجل بقى تبتدي تطلق. عشان كده الأندروجين في الستات بيبني العضلات وبيبني البنية الجسمانية. تفرج على المرأة هي بتدافع عن ابنها مثلا أو بنتها، فكل امرأة بداخلها رجل وكل رجل بداخله امرأة. شفنا منظر جميل ازاي الغدد الجنسية اصلا واحد، احنا كلنا واحد في الاصل، كلنا كنا واحد، ثم فرقنا الله، ولما فرقنا ما سبناش كل واحد في معزل عن التاني، ولكن ساب جواك مشاعر شريك حياتك وساب جواك مشاعر شريك حياتك. اللي بعده المنظر اللي احنا شايفينه ده، البوينتر هيجي طبعا لما اخلص برضو، متشكرين. اللي انتم شايفينه ده فوق يمين وشمال، ده عرض للشكل الجسدي الذكوري والشكل الجسدي الانثوي. المنظر اللي فوق ده على اليمين واحنا نازلين كده بالتدريج، خلينا في المنظر ده، الفرق بين الاثنين بسيط قوي، المراه والرجل بيكملوا بعض. فالمراه الجهاز الانثوي عباره عن ايه؟ تنيتين جلديتين، وداخل التنيتين دول القناه اللي بيدخل منها الحيوان المنوي من اجل التلقيح ويخرج منها الجنين اثناء الولاده. تنيتين جلديتين اللي هم فوق على اليمين بينهم شق. لو التنيتين دول اتلحموا مع بعض على الناحيه دي كده الناحيه الشمال ونزلت تحت شويه وطول العضو بتاع العلاقات الجسديه يبقى راجل، فهم الاثنين حاجه واحده. بس الفرق ايه؟ الراجل جهازه الجسدي للخارج والمراه جهازها الجسدي للداخل. يعني المراه جواها مبيضين قبل ما تخلص. شكرا، الله يكرمك يا رب. ادي المنظر ده، ادي تنيتين جلديتين يمين وشمال اهم، وبينهم الشق ده اللي احنا قلنا عليه مكان دخول الحيوانات المنويه ومكان خروج البويضه، ايه خروج قصدي الجنين. لو التنيتين الجلديتين دول اتلحموا مع بعض كده يعملوا الكيس الخارجي اللي فيه الايه الخلايا الجسديه، والعضو الذكري يكبر شويه اما العضو الانثوي يبقى صغير جدا. فالمنظر تقدر تقول ايه؟ الذكر للخارج والمرأة للداخل. المرأة عندها مبيضين جوه بطنها والذكر عنده خصيتين خارج جسمه. المرأة الأعضاء كلها داخلية لأن المرأة كلها مشاعر جوه. جوه ليه جوه؟ لأنها هتحمل جوه، فعاوزين الجهاز يبقى جوه عشان نحط العيل جوه ما يبقاش بره، والراجل من بره لأن وظيفته كلها خارجية، إن هو مجرد ناقل لأعضاء الحياة للمرأة. فالاتنين شبه بعض، ميرور إيمج، بس واحد لبره والتاني لجوه. اللي بعده من فضلك. لا ركز معايا انا، ايوه ده منظر جميل للي بيحصل في ده حلو كده، اوعوا تناموا. دي الغده الجسديه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي تحولت بفعل الهرمونات الذكوريه الى خصيه. والخصيه بالمناسبه زي ما اتفقنا من شويه، انتوا خدتوا بالكم في السلايد الاولاني ان الاثنين موجودين فين؟ جوه البطن. اذا كانت الغده الجسديه دي هتبقى مبيض تتنها جوه البطن ما تطلعش بره. اما اذا كانت خصيه، بص ربنا يعمل ايه، يخلق لها حبل هنا عباره عن حبل عضلي اسمه الجوبرناكولم، مش مهم الاسامي، يقعد يشد فيها يشد فيها في الغده دي اللي هي الخصيه لغايه لما يخرجها خارج الجسم هنا في الكيس الخارجي اللي اسمه كيس الصفا. يبقى الاثنين ابتدوا جوه، مين طلع بره لو كانت خصيه؟ مين قعد جوه لو بقت مبيض؟ طب وليه؟ قال لك اصل الخصيه دي محتاجه درجه حراره 35 درجه مئويه، الحيوانات المنويه ما تعيش غير في درجه 35، وانتوا عارفين درجة حرارة الجسم تتراوح حوالين كام؟ 37. فربنا في حكمته ياخد الغدة دي يطلعها بره بحثا عن درجتين حرارة اقل تتنها بره. اما البويضات تعيش داخل الجسم في درجة حرارة 37 فما تنزلش من بره. ادي المنظر ده اللي احنا شايفينه، ده منظر الرجولة اللي هو الخصية وتنزل للخارج، وده الكيس الخارجي وده العضو الذكري اللي هو سميه كيس الصفن، وده العضو الذكري. بالمناسبة لو رجعنا للسلايد اللي قبله بعد اذنك، هتلاحظوا ان المرأة عندها عضو شبيه بعضو الذكر ده هنا بس ما بيكبرش كده، بيسموه البزر، وده اللي بيتم ازالته فيما نسميه عملية الختان. سمعتوا عن ختان المرأة؟ عملية بغيضة جدا بندافع عنها بكل جوارحنا، وهوريكم العضو ده بعد شوية. العضو ده شبيه بعضو الذكر، دايما بنقول الرجل والست ميرور ايمج، والعضو ده وظيفته فقط في المرأة ليس له وظيفة تناسلية إنما وظيفة حسية، في كمية شعيرات عصبية عالية جدا تؤدي إلى الإحساس المتبادل أثناء العملية الجسدية. ف
فلما بيحصل في عملية الختان البغيضة اللي هي ليس لها أصول لا طبية ولا مسيحية ولا غيره، أصول إفريقية فقط، كنت لسه في سوريا كان عندي مؤتمر عن الختان، كنا بندي محاضرة كبيرة قوي، دي 3 محاضرات عن الموضوع ده. الختان من عادة منتشرة جدا في مصر ومنتشرة في أفريقيا، بيجوا الستات في مصر يروحوا شايلين العضو ده، فيؤدي إلى تقليل الإحساس الجسدي عند المرأة، وطبعا دي عملية ليس لها أي أساس طبي. اللي بعده، اللي بعده كمان، ده منظر اهو عند الاسبوع السادس، القصه اللي احنا قلنا لها. شايفين يا جماعه، ادي الخصيه وادي البويضه او المبيض، الاثنين جوه. وعندما يصدر الله الامر الالهي الذي ليس لاحد سلطان على هذا الامر الا الله، ولا ابوك نفسه، ربنا اللي قال تبقى ذكر، يقول لك لما يتكلم معلمنا بولس الرسول في رساله روميا الاصحاح الاول عدد 15، يقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته. الله اللي افرزني من بطن امي. ومعلمنا داود يقول في مزمور 139، أحمدك لأني قد امتزت عجبا، يقول له رقمت عظامي في الخفاء، نسجتني في بطن أمي. تعبيرات رائعة، ربنا اللي عملك، عشان تبقى سعيد إن إيد ربنا اللي عملتك، أنت صنعت إيد ربنا وأنت صنعت إيد ربنا. زي ما اتفقنا، إذا كانت خصية هتنزل بره، إذا كانت مبيض هتظل جوه. والأنابيب زي ما انتم شايفين ميرور إيمج زي بعض بالظبط، مصنع وأنابيب ناقلة. عندنا قصب سكر عاوزين نعمل منه سكر، نبقى نزرع القصب ونجيب عربيات تنقله لغايه المصنع عشان المصنع يصنع السكر وبعدين ننقل السكر ده للناس. ادي المصنع اللي هو الخصيه، وادي الانابيب الناقله هتاخد الحيوانات المنويه في هذه الانابيب للخارج. ونفس الكلام بالنسبه للبويضه هنشوفها حالا. اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، ده منظر للجهاز الانثوي، بس كنا بنتكلم هنا سنه صغيره، ولو انه يعني مش موضوع مش عايزين نطول فيه قوي، اللي هو غشاء البكاره. الجهاز الانثوي فيه على خارج الفتحه الخارجيه للمراه ما نسميه غشاء البكاره. غشاء البكاره عباره عن ماده جلديه سميكه نوعا ما، فيها شق صغير قوي. الغشاء ده اللي بيسموه غشاء البكاره، انه علامه على عذراويه المراه. الفتحة الصغيرة دي معمولة ليه؟ عشان ينزل من الجهاز، زي ما نشوف بعد شوية، نقط الدم اللي بتحصل أثناء الدورة الشهرية. وليه ربنا عامل الغشاء ده؟ عشان يحمي المدخل ده من التلوث. وبيظل هذا الغشاء موجود إلى لحظة الجماع أو الزواج، حيث يفض هذا الغشاء في العلاقة الجسدية. ده المنظر اللي انتوا شايفينه، ده امرأة مولودة، طبعا غشاء البكرة فيه فتحة صغيرة قوي. بيحصل مرات ان المرأة تولد وغشاء البكرة مسدود تماما، تمام، بيسموه كريبتومينوريا. المرض ده كريبتومينوريا يعني الحيض الى الداخل، يعني ساعة لما تبتدي الدورة الشهرية المفروض ان الدم يطلع لبره، ولان الجهاز مسدود الدم تنه ايه متجمع جوه. شايفين المنظر، ابتدى الدم يتجمع اهو، يتجمع جوه لغاية لما ملى المهبل والرحم والقنوات فالوب، بحيث انه بقى الحيض جوه مش نازل لان الغشاء مسدود. مرض نادر جدا ولكنه مرض شديد الخطورة، لانه لو قعد الدم ده يتجمع هيحصل فيه تقيح صديدي والست تموت بعد كده. وتجيلك الست، عارفين تشتكي من ايه؟ تشتكي من ايه؟ اشتباه حمل، بطنها عمال ايه تكبر تكبر ومفيش حمل، ده الدم اللي مش عايز ينزل. وبعدين تروح للدكتور، يروح الدكتور باصص كده، يروح شقق الفتحه دي، يروح منزل كل الدم ده. ودي على فكره من العمليات اللي شفناها في اول ما تخرجنا من الكليه، منظر يبقى مرعب. شفتها مره واحده في حياتي، تجي لك واحده ست وبنت بتبقى عمرها في اوائل الحيض، بعد يمكن 3 4 5 مرات حيض، وابوها مجرجرها من شعرها وامها بتضرب فيها، ومتخيلين بنت غلطت لان بطنها كبيره، تمام، وجه الاب يعني متدهول ومعاه امه وهي، طب نزله يا دكتور، طب عاوز اعرف مين انطقي يا بت، مين اللي عمل كده، مفيش حاجه خالص طبعا. وانا قاعد انا وزميلي في النبطشيه في القصر العيني، ودخل ايه اللي مدخل عيال جوه؟ بدري عليك يا ابني الكلام ده، امشي بره. الا صحيح، مين اللي دخل عيال هنا؟ هتعرف يا ابني بعدين. وبعدين بعد ما دخلنا جوه بقى بنكشف على البنت الصغيرة الغلبانة دي، وإذا بغشاء البكرة مسدود تماما، واخد بالك ازاي؟ فندهنا الأب يحضر العملية، لازم الأب يجي، مش هيصدق، أصل دي لازم تتشاف. قل له بنتك أطهر من الطهارة، دي مش حامل، ده أساسا بنتك دي مش عندها غشاء بكرة، ده مسدود خالص، ده لا يمكن يبقى حصل أي علاقة، ده مغلق. ها؟ فيجي الأب يحضر، اديناها بنج وفتحنا، وطبعا شاف الدم وهو بينزل وبطنها نزلت.
اب سوره والام زغرطت واحنا طلعنا نجري، مش دي القصه. المهم لانه طبعا يعني ايه كلبته من ايه اللي بعده. ده الجهاز الانثوي الداخلي بقى، ادي منظر مقطع في حاجه ابداع يا جماعه، جميله قوي. ادي المبيض، اتفقنا المبيض موجود في تجويف البطن عند المراه الخصيه البر. المبيض هو موجود جوه، حوالين المبيض دي قناه اسمها قناه فالوب على اسم الدكتور اللي وصفها. المبيض ده رايق رواقه غير معقوله، كل شهر يطلع بويضه واحده. المراه عندها 300 350 بويضه. على مدار عمر المرأة في التبويض كل شهر المبيض اليمين يطلع واحدة بالتبادل مع المبيض الشمال، بويضة واحدة. تطلع البويضة دي من المبيض تلقطها قناة فالوب على طرف القناة، فيه زي ايدين كده، شايفين الايدين دي؟ دي اسمها فيمبري، ايدين عاملة زي ايدين البني آدم. الايدين دي قاعدة طول الوقت تعمل كده حركة كده زي الأخطبوط، وبتعمل حركة سحب سحب سحب، عشان أول ما الهانم تطلع من هنا، هانم بويضة، هانم ست بقى، فعاوزه كل الدلع. تروح الايدين دي واخده البويضه وتروح لازقاها على الجدار، والجدار ده فيه اهداب صغيره تقعد تتحرك تتحرك، فالبويضه تقعد تمشي من هنا لغايه لما تروح لغايه قناه فالوب وتنزل في الرحم. كل شهر تحصل القصه دي، المبيض ده يشتغل مره والمبيض التاني يشتغل بالتبادل مع المره اللي بعدها. ده المبيض، دي قناه فالوب. وهنحكي لكم حالا ماذا يحدث كل شهر، الدوره دي بتحصل كل شهر. صدقني اذا البويضه وصلت هنا لقت الحيوانات المنويه جت اثناء الجماع وتقابلوا هنا يحصل حمل. ما حصلش البويضه تنزل مع ما نسميه دم الحيض اللي هي الدوره الشهريه. ده الرحم اهو، الحته الصغيره الرحم ده قد قبضه الايد، وزنه حوالي 200 جرام، صغير جدا، يتسع تقريبا لحوالي 15 ل 17 ضعفه عشان يقدر يستوعب جنين. الرحم الصغير ده بيشيل طفل عمره 3.5، قصدي وزنه 3.5 ل 4.5 كيلو. وشايفين الرحم منظره كتله لحميه ابداعيه، عباره عن السرير اللي جاي للطفل اللي هيتولد. حواليه شريان اسمه الشريان الرحمي اللي هو الملولو ده، وربنا عامله ملولو ليه؟ ها عامل زي السوسته ليه؟ عشان كل ما الرحم يكبر هو ايه؟ يتفرد. ويقول لك في الطب، مش قصتكم بقى لما تيجوا عندنا في الكليه بقى ندرسكم الكلام ده، يقول لك في الطب في ثلاث شرايين لولويه، ثلاث شرايين بس. اي عضو في الجسد بيتحرك وبيتضخم ربنا يعمل له شريان لولبي، عشان لما لو الشريان ثابت العضو ما يعرفش يكبر فيبقى ثابت في مكانه، والرحم هيتضخم يبقى الشريان لولبي سوسته. ايه العضو التاني؟ لسانك، طالع داخل طالع يديك العمر، فاهم؟ طالع داخل، فلازم الشريان بتاعه يبقى لولبي، عشان لو تخيلت ان لسانك مش هيطلع هيثبت جوه، لا هتاكل ولا هتبلع ولا هتتكلم، فاهم؟ ولا هتنم. ها قعدات النميمه بتاعت يوم الخميس بالليل دي، ها ادي العضو ده. وبعدين دي اسمها المهبل اللي هو المدخل الحيوانات المنويه ومخرج لدم الحيض والجنين. ده باختصار منظر ظريف للجهاز التشريحي الانثوي. اللي بعده ده منظر تاني برضو للجهاز التشريحي الانثوي، بس منظر طبيعي، يعني ادي الرحم بس بقى مكتمل الوجود، ده المهبل ودي قنوات فالوب ودي الايه البويضه. اللي بعده دي بقى نسميها بقى الدورة الشهرية، دي اللي تحصل للمرأة كل شهر. المرأة يا جماعة حاجة عجيبة جدا، كل شهر تستعد أن تكون أم، شيء جميل. البنت اللي عمرها 12 سنة أو 11 سنة كل شهر ربنا بيخلق جواها تفاعلات كيماوية تستعد لكي تكون أم المستقبل. بيحصل إيه؟ أدي البويضة دي نمبر 1. البويضة دي لما بتطلع يبتدي يطلع هرمون يخلي الرحم يكبر، واخدين بالكم ازاي؟ يخلي الرحم ايه يكبر، ولما يكبر الرحم ده يحصل الاتي، يستعد بانه يدي للجنين اللي جاي الغذاء. ازاي؟ الجنين ده عايز ياكل، فالرحم يقعد يتضخم 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 على امل انه يحصل تلقيح. فكل اللي بيحصل في الفتره دي الهرمون يعلى اهو اللي هو الايستروجين، وعلى نص الدوره تقريبا على نص الشهر من يوم 12 ل 14 يطلع هرمون تاني اسمه البروجستيرون، بيسموه هرمون الحمل. دي لسه ما اتجوزتش، مالناش دعوه، احنا جاهزين كل شهر بنجهز روحنا للحمل. طب دي هيبقى عمرها 12 وهتتجوز 25، قول 27 ما يمنعش، 38 برضو مش بطال، 45 يحيكي ربنا، كل ده شغال شغال، الهرمون شغال والرحم عمال ايه يتضخم. كل شهر الرحم يستعد للأمومة، وعشان كده البنت الصغيرة اللي هي عمرها 12 سنة دي أم جاهزة جاهزة، وكأن ربنا بيجهزها
بيجهزها بيقول لها خلي بالك هتبقي في يوم من الايام ام. فبيجي لها مشاعر الحمل كل شهر، يطلع الهرمون. صدقني اذا على اخر الشهر البويضه دي تاكدت بما ليس فيه مجال من الشك ان مفيش حمل، يحصل ايه؟ مستوى الهرمون ينزل، البويضه تزعل، تقمط في نفسها وتتقهر، وتروح تتآكل وتنزل، وتاخد معاها السرير اللي عملناه ده كله اللي هو الجدار بتاع الرحم ده اللي احنا بنسميه دم الحيض. فدم الحيض عباره عن ايه؟ عباره عن السرير اللي اتكون جوه الرحم، الاكل اللي كنا هناكل بيه مين؟ الجنين بتاع كل شهر. وعشان كده احيانا يسموه ايه؟ يسموا الدوره الشهريه بلغه راقيه كده يسموه الرحم الباكي، كان كل شهر الرحم بيزعل بيقول كان نفسي يبقى اجيب عيل افرح بيه وافرح العيله ولكن ما جاش العيل، يروح نازل. طب وليه بينزل الكلام ده؟ عشان نعمل الدوره الجديده باكل جديد، الواد ما ياكلش اكل بايت، بعد شهر الاكل خلاص يحمض نرميه، نعمل اكل جديد بطلعه جديده. ها ناخد السلايد اللي بعده. هو ده المنظر يا جماعه، ادي جدار الرحم، شايفين ادي الهرمونات اهي، جدار الرحم عمال يتضخم يتضخم يتضخم. صدقني لو حصل تلقيح البويضه تنغرس داخل جدار الرحم وتلاقي الدنيا جاهزه مستعدة. حاجة إبداعية يا جماعة. عشان كده يعني المرأة مش لازم تزعل من القصة دي أو تتاكل في نفسها أو تقول أنا وحشة أو أنا، لا، ده ربنا اللي خلقك بهذا السيستم إعدادا لك لكي تكون امرأة المستقبل. إيه اللي بعده؟ نريح نظرنا. افتكروا دايما كل شوية والتاني بنفتكر إن ربنا اللي عملني، يقول لك يداك صنعتاني وجبلتاني أحمدك أني قد امتزت عجبا، رأى الله كل ما عمله فإذا هو إيه؟ حسنا. ده ربنا اللي خلق. اللي بعده ده الجهاز الذكوري بقى، ده العضو الذكوري، وعلى طرف العضو الذكوري فيه حتة لحمة زائدة أو حتة جلد آسف زائدة اسمها القلفة أو الغلفة، ودي ممكن نشيلها. ودي زمان في العهد القديم اللي احنا كنا بنسميه إيه لو حد يفتكر؟ الختان. المرأة ما كانش ليها ختان، لأن زي ما قلنا العضو الأنثوي له وظيفة في العملية الجسدية مملوء بالشعيرات الحسية من أجل العلاقة الجسدية بين المرأة والرجل. وبالمناسبة الجنس في الكتاب المقدس لم يتم تجريمه أو تحريمه إلا خارج الزواج أو بدون زواج أو قبل الزواج، يعني الجنس في مظلة الزواج مكرم، ليكن المضجع مكرم عند كل واحد، والزواج مكرم عند كل واحد، والمضجع غير نجس، لان ربنا اللي شرع. حتى ابونا في يوم قداس الاكليل يقول لك شارع شريعه الكمال وواضع ناموس، ده ربنا اللي شرعها. وسليمان يتكلم يقول التز عيشا مع المراه التي احببتها كل ايام حياتك في سفر الجامعه، يعني بيقول للانسان ده ربنا اداك المتعه دي، ليه بتدور على المتعه اللي بره؟ ربنا شرعها. ولا المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، ما ربنا اداك نعمة، ليه تاكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ طالما ربنا اداك من جميع شجر الجنة تأكله أكلة، ليه تدمر نفسك؟ ويمكن في الآخر نبقى نلمح ان الجنس خارج الزواج بيدمر 7 حاجات هنقولها. الجنس بره الجواز يدمر 7 حاجات، يدمر نفسك وروحك وعقلك وجسمك ومشاعرك وبيتك وولادك، يدمر كل ده لانه صناعة بشرية فاسدة. لكن الجنس جوه الزواج ده عبارة عن لقاء حب وعيلة بتنشأ وشركة مع الله في الخلقة. طب ما ربنا اداك الطريق، ولا انت دايما تدور على الغلط وتجري ورا؟ نشيل الجزء ده، ده اسمه الطهارة، ده اللي كان بيحصل في عملية الختان، واللي احنا النهاردة في العهد الجديد بنرمز لها بايه بقى، او تبقى نيابة عنها ايه؟ المعمودية. برافو عليكم. ده العضو الذكوري. داخل العضو الذكوري بتمشي الحيوانات المنوية أثناء عملية الجماع عشان يطلع الحيوان المنوي ويؤدي إلى هذا الموضوع. اللي بعده دي الخصية بتاعت الرجل، وطبعا واخدوا بالكم شبيهة بالبويضة، مع الفارق الوحيد إن الخصية فيها مليارات الحيوانات المنوية، البويضة زي ما قلنا بتطلع بويضة واحدة كل شهر بالتبادل. وده ليه بقى؟ ليه؟ لانه لقوا يا جماعه ان البويضه الوحيده، هنشوف الكلام ده بعد شويه، عشان يتم تلقيحها محتاجه 200 ل 400 مليون حيوان منوي. البويضه الواحده 200 ل 400 مليون حيوان منوي. تقول لي الله، طيب ليه ده؟ لانه ساعه اللقاء الجسدي بين الرجل والمراه بتمشي الحيوانات المنويه وتيجي حوالين البويضه وتتلف الملايين دي، ويقعدوا يفرزوا ماده عشان تدوب الجدار بتاع البويضة،
ولما تدوب جدار البويضة واحد بس من 400 مليون يروح داخل جوه البويضة يتم تلقيحها. تخيل بقى ان احتمال حدوث حمل، يعني احتمال انك انت تبقى انت وانت تبقى انت، كان احتمال 1 ل 400 مليون، واحد حيوان منوي من 400 مليون دول زرق برق وراح داخل جوه البويضة دي. مين اللي قال ان ده يخش المسيح؟ هو اللي عملك انت بالذات، نقاك من وسط ده كله، افرزك كده وقال له انت تخش، وبقيه ال 400 مليون كله بره. والغريب انه اول ما الحيوان المنوي ده يخش جدار البويضه يلحم تاني. حاجه عجيبه جدا العمليه التناسليه دي، عجيبه ازاي يا رب، ده ربنا اللي موجود حاضر بيؤدي لهذا العمل. فعشان كده تلاقي الحيوانات المنويه بالمليارات، موجود مصنع هنا عمال يعمل كتير، ويطلع ال 200 ل 400 مليون دول زي ما قلت لكم يخش منهم واحد بس والباقي يطلع بره. اللي بعده دي غدة موجودة في الرجل. السائل المنوي مكون من 3 أشياء، من الحيوانات المنوية ومن سكر بيفرز من غدة البروستاتا، ده يسمى سكر الفركتوز، ده سكر سداسي. بس فركتوز الحيوانات المنوية هنا ليها مزاج عالي قوي مش زينا، لما تشرب سكر تنقي فركتوز. طب ما الجلوكوز موجود، لا مزاج بقى. ليه؟ لان الفركتوز ده بيدي طاقه عاليه قوي، لان الحيوان المنوي ده عبال ما يطلع من العضو الذكري لغايه لما يوصل للرحم حيث التلقيح بياخد حوالي من 2 ل 3 ايام، فيقعد صايم ياخد الوجبه من هنا، سندوتشات وكيس ها وبتاع الاكل وزمزميه وكوز ميه، ويلا نطلع رحله. والثلاث ايام اللي طالعهم دول معاه فركتوز بيتغذى فيهم. وبعدين السائل اللزج اللي حواليه اللي بيطلع من البروستاتا عباره عن سائل قلوي عشان يمنع اي تلوث، عشان يبقى المنطقه كلها. بالمناسبه كنت مسافر السنه اللي فاتت، لا 2005 كنت مسافر في شيكاغو، فقابلت واحد مصري صديق دكتور بيشتغل هناك في عمليه التلقيح الصناعي، واحد من 60 واحد في شيكاغو كلها وفي امريكا كلها، 60 دكتور بس اللي بيعملوا العمليه دي، وهو واحد من النوابغ اللي هناك. فكان راح وخد الدكتوراه بتاعته وفتح معمل، فوراني المعمل بتاعه مكلفه $1,000,000 عشان يقدر يعمل عملية تلقيح صناعي، اللي هو احنا اللي الراجل بيعملها كل يوم، فاهم قصدي ازاي؟ دي حاجة عادية، واحدة ست من الفلاحين تتجوز وتخلف 6 7 ويموتوا 8 عادي، حاجة عادية خالص يعني، تمام. الراجل بتاع الجراج عندنا مخلف 9 ويقول لك يا دكتور نفسي اجيب تاني عزوة، فاهم قصدي ازاي؟ ده عادي. لكن عشان تعملها انت في المعمل، تخيل عنده جهاز ضد الزلازل حطه في المعمل ضد الزلازل. قلت له يعني ايه ضد الزلازل؟ هو بيحصل زلزال عندك؟ قال لا، قال اصل في زلازل بتحصل احنا ما بنحسش بيها، اللي هي تحت 3 ريختر، يعني الزلزال فوق 3 ريختر تحس بيه، انما طول النهار الارض بتتحرك. فيقول لك لما يجي يعمل عمليه التلقيح لازم جهاز يخلي المكان اللي هيحصل فيه التلقيح ثابت، والا لو حصل اي هزه ممكن ما يحصلش. تخيل جهاز ضد الزلازل. قعدت اسمع الكلام ده وقلت ربنا عامل جهاز ضد الزلازل جوه، بحيث انه الحيوان المنوي ده ماشي وربنا عامل جوه المراه جهاز ضد الزلازل. خد الثانيه، عنده فلتره هواء بتفلتر الهواء كل 3 دقائق، يعني جهاز فلتره الهواء ده مركبه في المعمل بحيث يشفط الهواء اللي في الاوضه وينقيه ويضخه كل 3 دقائق عشان يبقى المكان كله معقم. قلت الله، ده ربنا عامل جوه المراه جهاز شفط الهواء عشان يخلي المكان كله معقم. ايه العجب ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وخلي بالك بقول له ده بمليون، بقول له ده غالي قوي، قال لي غالي قوي ايه يا دكتور؟ قال لي ده انا شاري الاجهزه دي كلها مستعمله من شركات بتطور نفسها، لو كنت جبتها على اصلها كنت جبتها فوق ال20 مليون. تخيل ان كل مرأة بداخلها جهاز ضد الزلازل وجهاز تنقية هواء $28 مليون موجود جوه عادي خالص، ربنا حطه كده في ساعة صفا جوه البني ادم وقال له انزل يلا اشتغل. اللي بعده عشان تعرفوا ان احنا اتخلقنا على عجل، ده العضو الذكري زي ما انتم شايفين، ده مقطع فيه. العضو الذكوري عبارة عن جهاز اسفنجي ومخرج للبول والحيوانات المنوية. الجهاز الاسفنجي ده من اجل انه يتضخم اثناء ما يتدفع يندفع فيه الدم من اجل اللقاء الجسدي، والفتحه الصغيره دي فتحه لانه يؤدي وظيفه مزدوجه، خروج للبول وخروج للحيوانات المنويه. بالمناسبه شيء لطيف تعرفوه للعلم، يعني لقينا يا جماعه انه الجهاز الانثوي اكثر تطورا من الجهاز الذكري. الرجاله هتزعل مني، يعني المراه النيو فيرجن، يعني الموديل الجديد بتاعنا، احنا الموديل القديم. الموديل لقوا انه ربنا لما خلق حيوان
راجل امرأة، حتى في علم الخلق، في علم التطور الجسدي، لقوا ان تشريح المرأة اكثر تطورا من تشريح الرجل، بدليل انه الفتحة عند الرجل هنا تؤدي وظيفتين، البول والعملية الجسدية، بينما المرأة عندها فتحة للبول مستقلة وفتحة للعملية الجسدية مستقلة. وده معناه ايه يا جماعة؟ معناه اثبات رائع لان المرأة خلقت بعد الرجل، وجدت بعدين. دي واحدة. الحاجة التانية لقوا كمان حاجة غريبة قوي، ان النساء اكثر تطورا واكثر بقاء من الرجل. هتزعلوا مني، يعني الست خلقت لتعيش، الرجل خلق ليفنى فداء لزوجته العزيز. فاهم لكم حاجة؟ معرفش النهاردة الرجالة اكتر ليه، بس يعني عادة اي حتة بروحها لازم الستات اكتر. مصر تعداد الستات اكتر، وفي العالم كله دايما الست اكتر. ليه؟ المرأة اطول عمرا من الرجل من 6-8%، يعني الست تعيش اطول من الرجل. ليه؟ المرأة عندها جهاز ضد الموت اسمه هرمون الاستروجين، هرمون الانثوي بيوطي الكوليسترول. طبعا لما الكوليسترول يوطى يبقى احتمال الاصابة بالذبحة والجلطة الي، فالست ما يعني احتمالات دي نادرة عندها. الراجل ما عندوش الهرمون ده، فدايما الرجالة امراض القلب عندهم اكتر. مش مصدقني، افتح الاهرام اي يوم الصبح صفحة الوفيات هتلاقي، لو لقيت المرحوم هتلاقيه مرحوم، لكن لو لقيت المرحومة هتلاقيه حرم المرحوم. نادر قوي لما تلاقي المرحومة المرحوم حرم المرحومة، نادر جدا، لانه غالبا المرأة بتعيش بعده وتلغ في خير وحاجات زي كده، يعني مش دي القصة. الرجالة هيزعلوا مني بس انا اسف بقول حقائق، طبعا استعدادا للمستقبل، خد بالك يعني جهز نفسك يا رجال العالم اتحدوا. وعشان كده يقول لك قال الفلاسفة سوف يأتي وقت يحكمنا فيه النساء، وبيقولوا نحن في انتظار هذا الوقت، لانه اذا حكمت المرأة العالم سوف تزول الحروب، وسوف تزول لانها تحكم بمشاعرها مش بعقلها، وبالتالي هيحصل تطور في البشرية. احنا في انتظار اليوم ده، ربنا ما نخلناش نعيش ونشوف. اللي بعده حيوانات منوية بقى. ادي منظر حيوان المنوي، شايفين منظر يا جماعة؟ راس وجسم وديل، حاجة جهاز الحيوان المنوي ده. عشان تتخيل اللي احنا رسمينه ده، عشان تشوف حيوان منوي لازم تشوف حاجة اسمها الكترون ميكروسكوب الكتروني، والميكروسكوب الالكتروني هو بيكبر الحاجة 300,000 مرة. ده لم يخترع الا في القرن العشرين. الحيوان المنوي ده اللي انتوا شايفينه، عشان تتخيل قد ايه هو صغير، 400 مليون حيوان منوي يتحطوا في راس دبوس. راس الدبوس دي تشيل 400 مليون، شوف قد ايه صغير. هذا الحيوان الدقيق جدا اللي بقول لك، شوف ربنا خلقك منين، من نقطه، مش نقطه، ما فيش راس دبوس فيها 400 مليون، واحد منهم عملني وعملك، ربنا طلعه واوجدك النهارده، واوجدك النهارده من الخلقه دي. عبارة عن رأس اللي بقول قد كده ده، وجسم وديل. والرأس دي فيها، شايفين البتاع السودة دي، هي دي المادة المخترقة اللي بتطلع من الرأس عشان تعمل ايه؟ الدريل بقى، ها؟ اللي عارفين الدريل اللي بيحفر الارض، هو ده الدريل اللي بيقف على البويضة ويقعد ايه يخرم فيها، وكلهم مع بعض 400 مليون مع بعض، يلا شد حيلك يلا مع بعض، ها؟ وبعدين واحد هوب يروح داخل، وال 400 مليون يمضوا حزانة تعساء، والى لقاء قادم، بنلتقي بعد الفاصل بقى. الراس دي والجسم ده والديل ده، الجسم ده فيه حاجه اسمها الميتوكوندريا، ده عباره عن جهاز عامل زي الموتور بتاع العربيه، بيخلي الديل ده يتحرك زي حركه لولبيه كده، عشان الحيوان المنوي يسبح، عشان هو رايح للبويضه، البويضه هانم تقعد في مكانها، اللي عاوزني يجيني انا ما بروحش لحد، فاهم قصدي؟ يروح ماشي لغايه هناك ويقف على الباب باشا، هي اسف اللي هانم، وهو يقف ال 400 مليون يتوسلوا لهذه البويضه الواحده افتحي لي عشان اخش، ويقعدوا يتحايلوا ال 400 مليون لغايه له. والغريبه اول ما يخش البويضه تقطع له ديله، وكانها بتقول له من النهارده مش هتلعب بديلك تاني. يخش الحيوان المنوي جوه بدون ديل، راس فقط. واول ما تخش الراس، الراس بقى هي اللي محمله، الرأس هي اللي محملة بالمادة الكروموزومية اللي شايلة بقى كل الجينات الوراثية بتاعتك، لون عينيك وطولك ولون بشرتك
وخصائص نفسك موجودة هنا في الحتة دي، والبويضة شايلة نص من الأم، يلتقوا الاتنين مع بعض فيعملوك أنت نص من الأم ونص من الأب. المنظر ده الحيوانات منوية زي ما انتم شايفين مشوهة. الحيوانات المنوية المشوهة دي المفروض ان نسبتها في الحيوانات المنوية قليلة جدا. وبيحصل تشوه ليه في الحيوانات المنوية؟ نتيجة الإصابة بأمراض. من ضمن الأمراض اللي بتصاب بيها، اللي بيحصل قصدي اللي بيعمل التشوه ده، التدخين، الحشيش، البانجو، الخمرة، الأمراض الكثيرة الجنسية تؤدي لهذا المنظر. طبعا لما بيحصل تشوه في الحيوان المنوي، من شابه أباه فما ظلم، هيطلع الواد زي أبوه، أو ده برأسين، ده بدلين، ده قصير أزعة، ده طويل وهبل كده يعني ده المنظر ده اللي هيطلع في الآخر. هتجيب، ما هو مش هيجيبه من بره يعني، أدي المنظر أهو. فاللي بقوله الحيوانات المنوية دي، وعشان كده بنحذر المرأة من التدخين، والرجل أيضا، الاثنين التدخين يؤثر على البويضة وعلى الحيوانات المنوية. عملنا عندنا بحث على فكرة في الكلية أنا شاركت فيه، كنا مجموعة من الأساتذة في كلية الطب عندنا وكليات طب أخرى، جبنا الحيوانات المنوية، جبنا قصدي الحيوانات التجارب، وحبينا ندرس أثر التدخين والبانجو عليهم. فجبنا مجموعة من الفئران حطيناها في بوكسز إزاز وعملنا لها توصيلة إزاز، وبعدين جبنا سجاير تتحرق تبغي يعني توبيكو، وتطلع الماده تمشي في الازاز لغايه لما تستنشقها الفئران. وبين مجموعه تانية جبنا لها بانجو، ما اقولكوش الفئران كانت سعيده ازاي يعني، مش دي القصه يعني، اسعد لحظات حياتها الفئران يعني، فاهم؟ مع ان الفئران محبوسه بس تتفرج على السعاده. وطبعا مش عايز اقول لكم حتى العمال اللي كانوا بيشاركوا كانوا سعداء ازاي يعني، يقول لك حطيت له يا دكتور سيجاره، هو لف اتنين وحط له واحد، مش دي القصه. وبعدين عملنا التجربة ثالث مرة سجاير على بانجو، يعني تجربة يعني أي يعني حاجة غريبة جدا عملنا، خدنا بيها جايزة دي. المهم بعد مرور شهر من استنشاق الفيران للبانجو والسجاير، لقينا حصل ضمور في الخصية، ضمور مش هتصدق، ضمور في الخصية بنسبة 90%، وظل هذا الضمور 9 شهور قبل ما فك تاني. تخيل بقى، شوف الحاجات دي، المخدرات يعني تعمل ضمور خلاص، بتفقد الإنسان الخصوبة. والناس تطلع إشاعة يقول لك الحاجات دي بتزود القدرة الجنسية، لا هي تزود الخيال الجنسي مش القدرة الجنسية، يعني تعمل وهم جنسي لكن ما تزودش القدرة، وتؤدي لتشوه الحيوانات المنوية. اسمع الأخطر بقى، عملنا نفس الدراسة، مجموعة من الأساتذة زمايلي عملوا نفس الدراسة على المخ بقى، يعني احنا خدنا الخصية وشرحناها، المجموعة اللي ورانا خدت المخ وشرحته، حصل ضمور في المخ 30%. يعني المخ بعد استنشاق المخدرات بيكش، وهو مش ناقص، هو اصلا تعبان، ف 30% على اللي هو فيه، تبقى فاهم بتنجان فوق، فباظ يعني حاجه بوظان يعني، فشوف يعني دمرت فوق وتحت، ما فاضلش حاجه بقى يعني فوق خلاص العقل راح، ففقد عقله وفقد رجولته، ما فاضلش ايه، شويه لحمه في النص، ادي اللي فاضل يعني. اللي بعده دي الكروموزومات اللي موجوده، زي ما قلت لكم الرجل، الطفل مولود نصه من الاب نصه من الام، حاجه عجيبه قوي فعلا، نصه من هنا ونصه من هنا، بياخد نص الصفات من ابوه ونص الصفات من امه. البويضه فيها ماده كروموزوميه اسمها اكس، والحيوان المنوي فيه ماده كروموزوميه اسمها واي. الاكس رمز للانوثه والواي رمز للرجوله، فاذا التقى الاكس بالواي، يعني ادي اهو الاكس والواي، ده طبعا جاي من الاب، اذا التقى الاكس بالواي نعمل رجل، اذا التقى الاكس بالاكس نعمل انثى. وده بيوريك ازاي ان البني ادم فعلا مخلوق من نصين بالظبط، عشان يوريك ان ربنا جايب نصه من هنا ونصه من هنا، اتحدوا ببعض صنعوا الانثى. والعجيبه بقى ان كل الصفات اللي فيك ربنا عارفها. داود يقول كده، عارفني حته حته، يقول له نسجتني، يعني نسجتني يعني فتلفك كل حته في نفسك، يقول له ايه؟ شعور رؤوسكم جميعها ايه؟ بس هو طبعا مش يقصد بس الشعور، يقصد كمان الشعور. يعني مش شعور الراس، شعور النفس، كل حته في نفسك عارفها، كل مشاعرك، كل احتياجاتك، وكانه بيقول انتوا عارفين الصفات الوراثيه عددها كام؟ مليار. عرفنا منها قد ايه؟ 40 مليون بس، و960 مليون ما نعرفهمش. يعني لما عملوا دراسه للكروموزومات لغاية القرن اللي احنا فيه ده، اللي هو النهضة الكروموزومية اللي حصلت، وصلنا ل 40 مليون و960 مليون ما نعرفش عنهم حاجة. عشان ربنا يوريك يقول لك كل اللي فيك انا عارفه، انت وصلت لكام؟
40 مليون، انا عارف المليار من قبل ما تتولد، عارف المليار ايه بقى؟ مشاعرك واحتياجاتك وانفاسك اللي داخله وطالعه، ربنا عارف، عشان تبقى سعيد بالقصه دي. ايه اللي بعده؟ ده منظر الجنين بقى بعد التلقيح. بصوا منظر الجنين حاجه، لو شفت منظرك وانت صغير حاجه يعني عيب، عيب خالص تكون كده يعني، فاهم؟ اوعى تطلع الصوره دي توريها لحد يعني، فاهم قصدي ازاي؟ دي صوره بيننا وبين بعض جوه الرحم يعني. لو حد سالك وانت صغير هات من اول سن ايه، يومين ثلاثه قبل كده وانت جوه ما تطلعش. سمكه اهي، سمكه، وسمكه مش محترمه كمان زي ما انت شايف كده، بطنها كبيره ومتنيه وحاجه. منظر ده انا، ده انا وانت، تصور من كتل الطين التالفه على راي ارميه 18 يقول لك نزلت الى بيت ايه الفخاري. لما ارميه بيتكلم لقى الفخاري ماسك حته الطين وعمال يعجن فيها، وبعد ما عمل طلع وعاء. انا وانتو كنا كتل طين زي كده، نطفه زي كده، وقعد هذا الجزء الصغير المنفوخ من حتت ومن حتت يعني، ده مثلا اهو ده عمره 21 يوم الجنين ده، المنظر ده عمره 21، جمه وبطن الام كل شويه بيتطور. بصوا بيحصل ايه؟ تنيات طبعا مش عاوزين ندوشكم، بيتني ويتلف وجواه سوائل، وبعد شويه بصوا منظر الجنين اتكون. والمنظر اللي انتوا شايفينه ده ايه بقى؟ كل حته من دول عامله المنظر اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو مثلا ده تجويف البطن، ده السائل الشوكي اللي هو النخاع الشوكي، يعني الحته دي تبقى المخ وجواها سائل محيط بالنخاع الشوكي عشان يغذيه، وده تجويف البطن اللي هو البريتونيوم اللي موجود جوه البطن من قدام، وتقعد حاجات تكبر وحاجات تصغر ويتنى الولد ويتلفلف لغايه لما يبقى جنين مكتمل. هنشوف المنظر ده بعد شويه. بعد. لا لا اللي بعده لسه اللي بعد ده منظره مسبق. دي قصة التلقيح اهي. بصوا يا جماعة ادي الحيوان المنوي، ادي البويضة وادي الحيوان المنوي، التقوا سوا. أول ما التقوا عملوا تلقيح، ولما تلقحت البويضة كانت خلية، خليتين 4 8 16 64، وبعدين شوية الخلايا الصغيرة الشيت ده هو اللي بقى الجنين بعد كده. يعني المنظر ده احنا كنا ده ابن ساعات اهو، خليتين، كنا خليتين وبعدين بقينا 8 التكاثر، وبعدين الخلايا دي عملت المنظر اللي احنا شفناه. اللي بعده ادي منظر اهو، ده مثلا ايه 17 يوم، ده 19، ده 20، مش فارقه كتير كلهم مش تعبانين شويه اهو، ده 20، ده 21، كل شويه المنظر ده يتطور لغايه لما هنوصل لمنظر الجنين الكامل. اللي بعده، اللي بعده معلش، ادي منظر ده 3 شهور بقى يا جماعه اهو، يعني بقى منظره محترم سنه اهو، راسه تحت اهي ورجليه فوق، وشايفين طالع منه حاجه اسمها الحبل السري اللي بيربط الجنين بالمشيمه، المشيمه اللي هي ايه؟ المنظر اللي انتم شايفينه ده اهو. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكلى والرئه بتاعت الجنين. لان طول ما في بطن امه بيعتمد تماما على الام في الاكل والاخراج. ياخد منها الاكسجين زي السمكه، الاكسجين يخش له من الحبل السري ده، ويطلع كل الفضلات في الحبل السري ده، والمشيمه هي اللي تعمل الفلتره. تجيب من الام للجنين والعكس. منظر رائع. وشايفين الميه اللي حوالين الجنين دي اللي هي محيطه بيه؟ ده شغال ولا مش شغال؟ يجي فوق ويقف. مش عارف ده صاحي ولا ايه؟ اهو الميه اللي حواليه دي. الميه اللي حواليه دي اللي هي بتغذي الجنين وبتحميه من الصدمات اللي بيسموه اليوكساك. بالمناسبة حاجة غريبة جدا، زي ما انتم شايفين كده منظر الجنين قاعد جوه المية دي، ده كائن حي. قلت لكم هجيب لكم في مرة صور الفيديو بتاعته، كائن حي كامل. يعني احنا بصور الفيديو مصورين الجنين وهو بيبتسم وهو بيتمطع وهو بيتاود، فاهم الفكرة؟ وهو مكشر، عندي صورة وهو مكشر تحفة، نفس منظرك دلوقتي، فاهم؟ نفس المنظر، سبحان الله، نزل مكشر، هو هو. والعجيبة يا جماعة ان الجنين ده مرتبط بأمه ارتباط عجيب عن طريق الحبل السري ده، يستشعر عن طريق نبضات الدم كل ما يحدث داخل الام. يعني هو بيتواصل مع امه بطريقتين، عن طريق الدم اللي داخل جوه الحبل السري ده، وعن طريق ودانه، والودان بتتكون تقريبا على الشهر الرابع. عن طريق الدم اللي داخل، لو الدم داخل بسرعه يحس بدفء العلاقه بامه، ولو الدم داخل بشويش العلاقه تهدى، وعن طريق ودانه. عشان كده الجنين كل شويه، هو زي ما انتم شايفين بيبقى راسه تحت لان راسه تقيله شويه، كل شويه يعوم ويطلع راسه فوق. ليه؟ لانه بيكتشف انه لما بيطلع راسه فوق بيسمع دقات القلب ايه احسن، مش كده؟ عن طريق دقات القلب بيتواصل مع امه، القلب يدق وهو يسمع دقات القلب، ويبقى في بينهم ايه
شفره موريس، ها دق 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 وهو يسمع. الام مبسوطه، القلب يدق يدق يدق، الواد فرحان يخب. الام نامت، شالت الفيشه، نزلت الشيش، نامت. الواد يعرف ان ماما نامت، يروح ايه قالب تحت وينزل تحت، خلاص بقى الاف ام طفى، مش كده؟ يروح نايم. تواصل عجيب. وعشان كده يقول لك الجنين ده اول ما بيتولد بيقعد يدور على الاف ام اللي كان بيسمعه جوه ما بيلاقيهوش. فنقول للام شيلي الجنين وحطيه ايه على صدرك عشان يبتدي الولد يسمع تاني دقات القلب، فيرجع له التواصل تاني اللي كان بينه وبين اللي بعده. ده منظر الحوض بتاع المرأة أثناء الولادة. وبرضو من الحاجات العجيبة، طبعا مش عايزين نطول عليكم، الحوض ده مقاسات الحوض بالظبط، الحوض اللي هو الحوض العظمي يعني قد راس الجنين، زي ما هنشوف بعد شوية لما جم قاسوا مقاسات راس الجنين طول وعرض ووارب، لقوه بالظبط قد مقاسات الحوض بتاعة الأم. اللي بعده اللي بعده، ادي منظر المقاسات بتاعت راس الجنين بقول لكم عليها، لما قاسوها لقوها قد مقاسات الحوض. اللي بعده دي المشيمه اللي قلت لكم عليها، اللي هي الخلاص بيسموها، اللي هي عامله زي الرئه والكلى للجنين، اللي هي مربوطه بالحبل السري اللي انتم شايفينه ده. اول ما الجنين بيتولد نروح قاصين الحبل السري ده، فيتوقف تدفق الدم للجنين، وفي لحظه اول ما الولد ينزل وتوقف الدم ده، الولد يروح شاهق شهقه جامده بنسمعها في صوره عياط، الرئه بتنتفخ، يروح داخلها هواء، يعيط يعيط يعيط، الرئه تنتفخ تنتفخ تنتفخ، وتبدا الرئه تقوم بوظيفتها، ويتحول البني ادم في لحظه من سمكه الى بني ادم. هو كان جوه بيشتغل ايه؟ سمكه، بيشتغل بالخياشيم، يطلع بره يبقى بني ادم. اللي بعده. الفيلم اللي بعده بعد اذنك. فاضل حاجه واحده بقى، الجزء الاخير من موضوعنا. تكستو ايوه. ايوه. اللي بعده. ده بقى هنتكلم فكرة سريعة. طبعا ده الجنين اللي الام قعدت سنين منتظرة، شايفين المنظر دلوقتي بعد المنظر اللي احنا شفناه، السمك والحاجات الغريبة اللي جوه، ادي الطفل الصغير اللي الام قعدت شهور طويلة مستنياه. اللي بعده هنخش بقى على ادي الشهور الطويلة الام مستنية الجنين، عمالة تعد الساعات وجالها الجنين المستقبل، ها الجميل ده. شوف اللي بعده، كبر الولد الصغير ده، كبر وصل لسن المراهقة، وابتدى يسأل أنا جيت منين؟ اتولدت ازاي؟ أخبار الجنس إيه؟ غريزة موجودة جواه وعاوز أعرفها. اللي بعده، وابتدى يسمع من أصدقاء السوء يحكوا معاه، وده المصدر الأوحش للجنس. عشان كده احنا بنعرض لكم الفيلم ده، وعشان كده بنقول لكم قولوا الكلام ده لبعض، وقولوا لأولادنا، وقولوا لحبايبنا، عشان بدل ما ياخدوا من، شايف واخده من مين؟ من صديق السوء ده اللي عمال يلقنه كلمات الشر من الافلام، من السيديهات، من النت، وعمال يتشوه عنده، مش واخد باله ان اللي بيحصل جواه ده من ربنا، وان هو بيأذي روحه. زي ما قلت لكم الجنس المشوه بيأذي اشياء. وده الجزء الثاني من الفيلم، ماذا يأذي فيك الجنس. انا طبعا عشان الوقت اللي بعده هنتكلم على الفرق بين الجنس عند الحيوان والجنس عند الانسان، ان الحيوان جسد، الانسان جسد نفس روح. الحيوان ليس عنده تمييز، بطة تتجوز بطة، ما عادي أي بطة معدية نتجوز، مش فرق. لكن الرجل يحب والمرأة تحب، أو تحب وتحب أيضا، وهنا اختيار ونقاوة، وما جمعه الله لا. فموضوع مش تناسل فقط، لكن الجنس إعلان حب، والجنس اتحاد اتنين ببعض. وأسوأ ما يحدث في الجنس خارج الزواج، اللي ده بقول لكم بيدمر الجهاز الإنساني كله. اللي بعده نفس الكلام. اللي بعده معلش، ده برضو شايف السلايد ده بيوريك الطفل الصغير ده قدام الشاشة العملاقة دي، شاشة التلفزيون أو النت أو الدش، واقف قدام قدام الدش ده، طفل صغير عمال يتلقن المعلومات الفاسدة. إيه اللي بيحصل بقى؟ إنه بيوصل له الجنس على إنه لذة، ما بيوصلوش الدمار اللي الجنس بيعمله فيه. اتفرجوا بقى يا جماعة، هات اللي بعده. أول حاجة يدمر، إحنا قلنا الجنس بيدمر سبع حاجات، انا هحكي لكم على حاجتين بس في الفيلم ده عشان الوقت. اول حاجه بيدمر الجسد، اعلان الغضب، يقول لك غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، روميه 1:18 غضب. ولما تقروا في الكتاب المقدس تلاقوا ان ربنا غضب على الجنس، او غضب على الجنس مرتين، مره في سدوم وعموره بالنار، ومره في الطوفان بالميه، يعني مره غرقها ومره حرقها، مش كده؟ في الطوفان غرق الارض كلها في تكوين 6 7 8، وفي النار حرق سدوم وعمورة تكوين 19. وكأنه بيقول ده غضب. ليه؟
لان مش هسمح لك تاذي روحك، ومش هسمح لك كمان تاذي غيرك، لان الجنس هو المنطقه الوحيده الذي يؤذي فيها الانسان طرفين، نفسه وغيره. ده الغضب على الجسد، دي الامراض الجسديه اللي بتنتقل، ده عباره عن التهاب في غدد اثناء العمليه اذا حصل يعني جسد علاقه خارج الزواج، ده بنسميه السيلان، التهاب مؤلم في الحته دي، الاجزاء دي بتلتهب، بيبقى فيه التهاب ميكروبي. هنشوف المنظر اللي بعده، معلش هنأذيكم شويه بالمناظر بس يعني تحذيرات. اهو الميكروب دخل جوه وابتدى يحصل هنا التهاب، ابتدى من بره وسرح جوه. شايفين دي القنوات اسمها قنوات فالوب، اللي كانت وظيفتها ايه لو فاكرين؟ نقل البويضات. دخل فيها الصديد وانتفخت، يبقى الحكم الازلي على المراه هنا بان لا تحمل، بيحصل التهاب وتقيح واتصال بين الاثنين. اللي بعده ده مرض تاني مشهور قوي اسمه الزهري، بنسميه السيفلس. مرض الزهري ده مرض تاني، الاولاني كان اسمه السيلان، لان بيحصل افرازات صديديه، سيلان من سيل يعني، الرجل او المراه يجي لهم التهاب ويقعد ينزل الافرازات الصديديه دي. المرض التاني بقى اللي اسمه السيفلس ده بيبدا بقرحه ثم ينتشر في الجسم كله، دي مرحله من المرض بيحصل طفح في الوهج، بيسموه الطفح الجلدي، والطفح الجلدي بيبقى مشوه كده، الوش بيتشوه بالمنظر ده، وبتبقى فضيحه طبعا. المرض ده كان مشهور، انتشر على فكره في الحرب العالميه الاولى والثانيه، وبعدين تم القضاء عليه باختراع المضادات الحيويه، ان قبل اختراع المضادات الحيويه ما كانش فيه قضاء على المرض ده. والعجيب يا جماعه زي ما هنشوف بعد شويه، كل ما العلم يتقدم للقضاء على الامراض الجنسيه يطلع ايه؟ مرض جديد، واللي يحصل كمان ريزيستنس للمرض القديم. يعني الزهري ده احنا كنا فاكرين ان هو اختفى من الدنيا، منتشر قوي، ومنتشر بالذات في يعني في البلاد العربيه والاوروبيه، منتشر جدا، تمام. ادي منظر، وشايفين الحته دي اللي على الوجه الجزء الصغير ده، دي قرحه موجوده هنا. هنشوف، معلش انا اسف هنأذيكم، بس يعني مضطرين نوري غضب ربنا بيحصل ازاي. اللي بعده ادي منظر المرض وهو منتشر على الوجه، شايفين ازاي القرح اللي موجوده على الوجه، على الانف، على السنان، بتشوهها طبعا، صعبه شويه. اللي بعده ده مش هات اللي بعده عشان دي صعبه شويه. ادي منظر القرح اللي موجود على الجهاز الخارجي، شايفين ازاي هنا وهنا وهنا. اللي بعده ده مرض الايدز على فكره، سمعتوا عن مرض الايدز؟ معلش عن الصوره مؤذيه شويه بس هنسيبها لكم. المرض ده عباره عن ايه؟ زي ما انتم عارفين ده عباره عن سرطان تابع للايدز اسمه كابوسي ساركوما، نوع من انواع السرطانات اللي بينتشر. ده الايدز في اخر مراحله، سرطان وانتشر وابتدى ياكل الجلد الخارجي ده، غضب، ميكروب بيخش جوه الجسم يقضي على المناعه، فما يبقاش الجسم فيه مناعه زي ما انتم شايفين كده. اللي بعده نفس المرض لما وصل للصوابع، حصل غرغرينه في الصوابع، انسداد في الاوعيه الدمويه. الصوره اللي بعدها بقى مش مرض ولا حاجه، ده مجرد سيمبل. احنا هنا عاوزين نوري بقى ايه، ان الامراض الجسديه كوم والامراض النفسيه كوم. ده مش عايه ولا حاجه، ده احنا راسمين صوره كده بني ادم مشوه، مش كده؟ مناخيره وعينه تحت وراسه فوق، تشويه. عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نحكي لكم قصه صغيره. فمره كنت في زياره لبلد من البلاد الاوروبيه، كنت بعمل ندوه مع الشباب هناك، شبابنا المسيحي في الكنيسه هناك، بيعلموهم في المدارس مفيش مانع تعمل السكس، بس اعمل وات وي كول سيف سكس. عارفين يعني ايه سيف سكس؟ يعني يعملوا من غير عدوى، يعني يلبس واقي وغيره. فبنت قاعده في الفصل، بتكلم في اوروبا خلي بالكم، فبنت قاعده عمرها 13 14 سنه، بتقول لي يا دكتور بليز وي ار توت ان ذا سكول ذات وي كان براكتس سيف سكس، وات اباوت ذا تشيرش اوبينيون، ايه رايك في راي الكنيسه؟ فرديت عليها قلت لها السيف سكس قد يحميكي جسديا، قد، لانه طبعا ما فيش 100% بروتكشن، ولكن هل السيف سكس يقدر يحميكي نفسيا؟ قالت لي يعني، قلت لها ده اللي هيحصل، اللي هيحصل ان النفس هتتشوه، يعني الجسم ربما ما يعياش، في مضادات حيويه وفي واقي وفي غيره، لكن ايه اللي هيحصل؟ لا، حكيت لها القصه اللي بقولها لكم ده. قلت لها لو جبنا احنا ورقتين زي دول ولزقنا الورقتين في بعض بصمخ، وبعد ما لزقناهم سبناهم ينشفوا نص ساعه وجينا نطلعهم، هيطلعوا؟ قالت لي لا، لو هيطلع هتطلع فتافيت. فده اللي بيحصل، ان العلاقه الزوجيه اتحاد، لو اتحدنا خارج الزواج هنتحد ونسيب بعض، ده يا زنا. لما نيجي نسيب بعض متقطعين، المشاعر تتبهدل، الامان يتبهدل، الاحساس بالحب يتبهدل. واتفرجوا على الناس اللي دخلت في المشروع ده ماذا حدث لها، مش قادره تحب،
ولا تآمن، تقول لك مش، وتحس بالخيانة وبعدم الثقة، وتحس إنها عندها شعور مرعب بالذنب، حاجة وحشة. فاللي بيحصل، وعشان كده يا جماعة اسمعوا القصة اللي احكي لكم دي، في البلد اللي أنا فيها البنت دي مش عارفة، أنا كنت بزورهم، وقبل ما أزورهم نزلت لف عشان أشوف اللي بيحصل. البلد دي فيها أباحوا الجنس، أباحوه. أنا بتكلم في أوروبا، بلدين ثلاثة مش بس أباحوا الجنس، أباحوا المخدرات. قال لك حرية، يلا نديها جنس ومخدرات. في هولندا البلد اللي أنا كنت بزورها دي أباحوا المخدرات، وسمحوا للمحلات إنها تبيع مخدرات تحت بصر وسمع الحكومة. قال إيه؟ بيقللوا التهريب. فطلعوا قانون أحمق اسمه بيعوا مخدرات تحت سمع وبصر الحكومة، بس قال إيه؟ بشرط إنك ما تبيعش للفرد أكتر من كيلو إلا ربع في الأسبوع. شوف العبط. إيه اللي حصل بقى؟ ونزلت ألف مع واحد من الـ الدكاترة اللي معايا في الكنيسة عشان يوريني المحلات بتاعة المخدرات، محلات موجودة في الشوارع في وسط، يعني عادي مش حاجة سرية. وتقف قدام المحل تلاقي محل قال وقال إيه؟ عامل لك إيه؟ منيو. عارفين منيو؟ يعني ورقة كده فيها حشيش، أفيون، قال أنت، وقال إيه؟ عامل لك أوفر، اتنين حشيش عليهم واحدة أفيون. يعني اللي أنت عاوزه تشتريه متاح. تخيل بقى على باب المحلات دي تلاقي أجمل جميلات العالم مترميين سكرانين وتايهين، وتيجي العربيات بتاعت الإسعاف تلمهم لا مؤاخذة زي حتة اللحمة تحطهم جوه العربية، ما واخدين مخدرات وحقن وبتاع، مش كده؟ وبعد ما ياخدوهم ويفوقوهم يرجعوا ما أدمنوا بقى ويلفوا اللفة تاني. أعلى نسبة انتحار في البلد دي. أدي اللي وصلنا له. جنس مخدرات انتحار، جنس مخدرات اكتئاب انتحار. أدي اللي حصل. فاوعوا تفتكروا ان في حاجه اسمها سيف سكس، لا، البني ادم بيتشوه. اللي بعده المنظر ده كمان اهو، نص بقى نص بني ادم ديبريشن، نص بني ادم بيدور دايما على نصه التاني مش عارف يبقى سعيد، يقعد طول الوقت يدور واندرنج، عمال يدور 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 مش قادر يوصل لها. وعشان كده لاحظوا ان نسبه الاكتئاب في العالم كله زادت بعد الحريه، هم يقولوا يا حريه جنسيه والنفس تتشوه اكتر مما تشوه. اللي بعده مش بس كده، يطلع المارد السجين اللي كان مدفون جوه الانسان، الجنس اللي بيقول انا عاوز ابان سيبوني اطلع، تمام؟ والبني ادم فاكر ان ربنا عمال يقول له ما تعملش كده لان ربنا عاوز يحرمه من متعه، اتاري ربنا عاوز يحميه من ضرر. لما طلع بالتمرد ده وشق هدومه وطلع وقال انا عاوز ابقى موجود، البني ادم تحرر جنسيا ولكن ضاع نفسيا وروحيا، وضاعت العيله ومبقاش في حب، والعالم تفسخ. نجيب منين عيله بقى؟ ما كله عايش من غير عيله، ونجيب منين اولاد؟ ونربي ولاد ازاي؟ ما هو الولد ده هيطلع منين اذا ما كانش في عيله سويه؟ ولما تبوظ الاسره يبوظ، تبوظ الكنيسه، يبوظ المجتمع. خلاص طلع الام المارد ده بس بوظ كل الورق. اللي بعده العيله الجميله بقى اللي ان شاء الله ربنا يحييك ويحيينا ونشوفك، ادي بابا وماما والولاد قاعدين، ده بقى دي العائله كما ارادها الله، من البدء خلقهم، نفسنا نشوفكم كده. ماشي في علاقه حب، بس اهو امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون محيطين بمائدتك. وكل مرة وانتوا طيبين أشكركم الحسن. في كمية أسئلة مش طبيعية انتوا بعتنها، عاوزة يعني محاضرات، ولكن طبعا عشان أرد على ده كله إن شاء الله مش هنروح الليلة. هات هات، ما فيش مانع، هات بناقص. يعني في عندي كذا سؤال في المواضيع، حد بي يعني كذا حد بيقول لي ازاي نقدم الجنس للولاد او للمراهقين. هو الصح ان احنا في نقدم الجنس بطريقه تتناسب مع السن، ونرد على الاسئله متناسبه، يعني في كلام يتقال في سن ما يتقالش في سن تاني. بس احنا دلوقتي عملنا نوع من انواع الثقافه البسيطه السهله، فقدامك حل من اتنين، يا تاخد الفيلم، الفيلم هو موجود ومتسجل، يا تاخده وتدرسه كويس تسمع الكلام وتنقله لولادك، او لو مش قادر تنقله ان شاء الله، او يعني هات الفيلم اعرضه وحطه وشغله وانت حرك بقك، فاهم ازاي؟ وخلاص اعمل كده هم يسمعوا، خلاص كانك انت اللي بتقول يعني، وخلصت على كده. لانه في حاجات محرجة ممكن تبقى مش قادر تقولها، مش قادر تشرحها، هي مشروحة شرحناها وسبناها لكم دوكيومنتد يعني.
لكن في كلام بيتقال في الاطفال الصغيرين ما ينفعش نقوله في الكبار، بس اياك الغلطه الشهيره، اوعى تعمل حاجتين، اوعى ما تردش واوعى ترد غلط. يعني اوعى ما تردش تقول مش عارف وانت عارف، لانه احيانا الولاد بيقولوك يعني ايه لما يلاقوك مش عارف كده او بتدعي عدم المعرفه، يبص لك بصه من فوق لتحت ويبتدي هو يشرح لك. قال لك لو مش عارف يا بابا طب خلاص ممكن بقى انا اشرح لك الحاجات اللي انت مش عارفها. او الاحتمال التاني انه يعدل لك، وبالذات لو جاوبت اجابات يعني فاهم ازاي، يعني على وزن ايه الولد انا باجي ازاي يا بابا انا جيت ازاي، قام تقول له الملائكه حطتك على باب البيت من النوع ده يعني فاهم ازاي، او رفعنا السجاده رمينا شويه سكر تحت السجاده رفعنا السجاده لقيناك موجود، عارفين القصه الشهيره دي. يعني على الوزن ده فيبقى منظرك وحش قوي لو الولد عدل عليك يعني، فاياك تقول مش عارف. الحاجه الثانيه دايما بننتهز فرص ونشرح لاولادنا. يعني ايه فرص ونشرح لاولادنا؟ يعني المفروض الولد الصغير اثناء الباثروم اثناء الحمام احيانا هو عايز يكتشف جسمه، فنشرح له نقول له انت عندك كذا لانك بوي، وانت عندك كذا لانك جيرل، وفي فرق بين البوي والجيرل، ربنا خلقكم مختلفين. ده تبقى بحس ان الولد يحس ان بابا مش مكسوف وهو مش مكسوف من جسمه. واحيانا الولاد بيبقوا مستغربين الفرق بينهم وبين اخواتهم البنات لو عندهم اخوات بنات، فيسال فنفهمه نقول له ده انت بوي، زي ما انت عندك تو ايز وعندك تو هاندز انت عندك ال كذا لانه انت بوي. البنت مختلفة، ده بنت عشان زي ما البنت شعرها طويل انت شعرك قصير وهكذا. فنبتدي مقدمات وبعدين ننتهز فرص تانية. زي ايه؟ زي واحدة ست حامل ماشية في الشارع، وهي ماشية ست حامل، او شفنا فيلم في واحدة حامل نقول له شايف في بيبي في بطن الست دي وربنا حطه، طب جه ازاي البيبي ده يا بابا؟ بابا لما الراجل والست بيحبوا بعض نتيجة الحب ده وبيتجوزوا ربنا بيحط في الحب ده بيبي. يعني انا لو حبيت اختي هجيب منها بيبي؟ لا يا حبيبي، لازم نتجوز عند ابونا. هيرد على طول. يعني اي اتنين يحبوا بعض فاهم ازاي؟ يقول لا لازم نكبر وفي سن معينة ونروح الكنيسة وابونا يصلي لنا، ولما يصلي لنا يحصل الكلام ده وهو صغير. اما يكبر اكتر بنقول تفاصيل اكتر، نحكي له الموضوع لان هو بيتشرح له في اعدادي، بيتشرح بياخده في العلوم، فبيبقى فاهم ما ينفعش نخبي. فنشرح له نقول له بيحصل كذا كذا كذا، ولو ليك عند اسئله قولها لي عشان يفتح بينك وبينه قناه ما يجيش من وراك. حد بيسالني هل عندي كذا سؤال في الموضوع ده، حد بيسال عن الخطوبه. الخطوبه عاوزين لكم موضوع مستقل، يعني ممكن لو دكتور اسعد ودكتور محب فين ماشي. طيب لو انتوا نظمتوا او المجموعه اللي بتنظم، يعني لو اتفقتوا الزياره اللي جايه ممكن نكلمكم عن الحب والعاطفه والجواز والخطوبه، ناخدكم في طلعه واحده عشان نخلص الليله بقى، مش هنقعد كل سنه نيجي مش هنلاقيكم متجوزين، لا عايزين نيجي بقى على طول ايه 5 ايام ونظبط المسائل على طول يعني. فحد بيقول لي هل من المستحب فتح المواضيع الجنسيه بين الخطيبين او التلميح ليها؟ هو المواضيع الجنسيه والتلميح ليها اثناء الخطوبه امر غير مستحب، ولكن امر يجب ان يدرس ولكن بطريقه صحيحه، يعني مش احنا نفتحها صح. وبالذات لما يبقى فاضل على الجواز فتره قصيره ويفضل في وجود متخصص، يعني يبقى يتعمل يحضروا دوره، واحنا بنحاول نعمل حاجه زي كده في مصر ان احنا نعمل دوره للمتزوجين والمخطوبين عشان نوعيهم بالكلام ده. وبنعرض عليهم افلام من النوع ده ونشرح لهم تفاصيل اكتر اكوردنج للسن بتاعهم على اساس يبقى عندهم كل المعلومات اللازمه باكثر وضوح، لان اكتشفنا ان في جهل مطبق. انا عندي ناس كثيره بتيجي العياده عندهم مشاكل يعني مضحكه، يعني يبقى مش عارفين ازاي العمليه الجسديه، مش عارفين ازاي الخلفه، بنقعد نشرح لهم بالتفاصيل، بيبقى محدش قال لهم، بتبقى البنت متدينه جدا وماما بتكلمهاش وده عيب وده هس وما تتكلميش، وبتتجوز وهي تجهل تماما اي تفصيله صغيره، لدرجه احيانا بيقولوا طب نتجوز ازاي؟ مش عارفين يتجوزوا، بيبقوا لسه بكر، هو لسه في اول الجواز، بيقولوا انت بنعمل ايه اساسا؟ مش بيبقوا عارفين. فيا ريت يبقى في توضيح للمواضيع دي بس من خلال متخصص عشان الموضوع تبقى صح. عندي كذا سؤال عن طبعا الزواج، عن العاده السريه.
بيسألوني كذا سؤال عن العادة الشبابية أو العادة السرية، إيه تعريفها وإيه أضرارها؟ العادة السرية أو العادة الشبابية هي محاولة الإنسان للوصول للذة من خلال نفسه في غياب آخر، بأنه يثير نفسه بنفسه فيصل إلى قمة اللذة والشهوة. هل العادة السرية لها أضرار؟ آه لها أضرار. كاتبين لي لستة بقى من الأضرار، واحد يقول لي بتصيب بالجنون وتصيب بالعمى وتصيب بالعته وتصيب بالهطل. مفيش الكلام ده طبعا. عمى ايه وهطل ايه؟ هي ناقصه هطل؟ مفيش الكلام ده طبعا. لكن هي مشكلتها ايه يا جماعه؟ ان العاده الشبابيه هو نوع من انواع الانانيه الذاتيه، بتخلي الانسان يغيب الاخر وياخذ الشهوه من نفسه، وده وحش، يخليه ما بيحبش وما بيتواصلش وما بيتمتعش بالناس وما بيخدمهمش ويتحصر في نفسه. ادي مشكلتها. مشكلتها التانية ان العادة الشبابية هو نوع من انواع الهروب المقنن من المشاكل، لانها بتزداد وقت المشاكل، فهو بيعمل ايه؟ بيهنهن نفسه، يعني بيقعد مع روحه ويطبطب عليها ويقول لها بصي انتي متألمة جدا، متألمة خالص، انا ايه؟ حدديكي، يعني هديكي اللذة اللي ناقصة عندك. فده نوع من انواع الهروب، الهروب من المشكلة بدل ما يحلها يقعد مع ذاته يعني. فده هي دي اضرارها. الاضرار النفسية أكثر بكثير من الأضرار الجسدية اللي الناس بتقعد تطلع عليها الإشاعات. هل في كتب ممكن نشتريها؟ آه طبعًا في كتب موجودة في السوق، ممكن تنزل المكتبات المسيحية، بقت مواضيع مطروقة. وإذا أنتوا عاوزين في يعني أسامي كتب كتيرة، في كاتب لبناني مشهور قوي اسمه كوستا باندلي. كوستا باندلي عامل كتب لطيفة قوي، وأستاذ دكتور في الفلسفة المسيحية في لبنان، وعمل سلسلة دراسات ظريفة جدا جميلة بأسلوب شيق وبسيط، وإحنا بنحاول برضو نطلع زي حاجات مبسطة عن الموضوع إن شاء الله تبقى كويسة. هل الشذوذ الجنسي غريزي أم مكتسب؟ سؤال من البالتوك. الشذوذ الجنسي مشكلة تؤرق كل الباحثين، لأنه الشذوذ الجنسي في نظريتين. في نظرية أولى بتقول أنه الشذوذ عملية سلوكية تم الوصول لها أثناء الطفولة بسبب التربية، يعني بيحصل نوع من أنواع التثبيت عند مرحلة معينة ما بينقلش. يعني أنتوا عارفين الواحد في مرحلة الأولاد بتحب الأولاد والبنات بتحب البنات، وبعد شوية بيحصل حاجة بيسموها الجنسية الغيرية. وبعدين لو ان في سلوكيات معينه بتسبب الشذوذ، زي مثلا على سبيل المثال ام بتتعلق جامد قوي بابنها وترتبط بيه جدا، ف ما يقدرش يتقبل فكره ان هو يعني تبقى بتؤذيه نفسيا لدرجه انها بتتعلق بيه وغيره، فما يقدرش يتقبل فكره انه يعاشر امراه مثال، او اب بيقسو جدا على الولد فيؤذيه جنسيا جدا فيحاول فيتوحد مع العلاقه بابوه. يعني في نظريات بتقول ان في سلوكيات خطا حدثت اثناء التربيه. في نظريه تانية بتقول ان الشذوذ فيه عامل وراثي، خلل هرموني، والخلل الهرموني ده يعني بيستند عليه بعض الدارسين على اساس يقولوا في الاخر انه ملوش علاج يعني، وان العلاج هو علاج طبي او دوائي، او على الانسان ان يعني يلجا لطبيب متخصص في هذا الامر. انما في كل الاحوال الموضوع مش سهل يعني، يعني في مشاكل كتيرة في الحتة دي. بتسألوا أسئلة ما ينفعش أقولها على الهوا يعني، يعني صعب إن احنا نرد عليها. وفي أسئلة طبية خمسة لصحتك، السؤال بجنيه، مش عارف ابني سخن اديله ايه مضاد في النص يعني، فاهم قصدي ازاي؟ مش هينفع كده يعني، فاهم يعني في النص بقى شويه روشتات وحاجات، ما عندكش حقنه فيتامين سي في الاخر يعني، مش هينفع مش هينفع كده يعني. يعني انا بحبكم بس يعني مش هقعد اكتب في روشتات على الهوا يعني. حد كذا سؤال بيسالوني عن البورنو، البورنوجرافي، عارفين البورنو اللي هو مشاهده الافلام السيئه. يعني اقول ايه؟ اقول نار ومسكت في الـ في الـ في القش، وحصل شيء سيء جدا انه ابتدى العالم يبيع الفكرة الجنسية بشكل وحش، وما كان يصنع في غرف النوم بقى على الهواء. بالمناسبة مرة كنت في اجتماع
فحد بعت لي سؤال بيقول لي على البورنوجرافي ومشاهدة المواقع الجنسية الإباحية، فبقول لهم انتوا عارفين يا جماعة في كم موقف إباحي جنسي؟ فمحدش، قلت لهم في 200 مليون موقع إباحي جنسي على الإنترنت. عارفين السؤال اللي بعده إيه؟ واحد قال لي من فضلك ممكن تقول لي أسامي ال 200 مليون؟ طبعا الفكرة في الموضوع ده ايه؟ انه ده عبارة عن شكل من اشكال الزنا، لانه الكتاب قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب. واحد اتنين، اثارة بلا هدف، بل بالعكس ممكن الاثارة تزقه لمزيد من الاثارة، لانه لاحظوا ان عمليات الاغتصاب والزنا بتزداد بعد الامور دي، فانت بتثير نفسك بلا سبب. ثلاثة، تضيع وقت، ساعات وساعات بتتقضى في الاسلوب ده. أربعة، تضيع طاقة، بدل ما أحب وأخدم وتعبد وأصلي وأفرح عمال أبهدل في الطاقة بتاعتي. خمسة، حب مؤجل، بدل ما أنا أفكر في الارتباط عمال أفكر في البنات بشكل زنا وغيره، فبدل ما أبتدي أدور على شريك حياتي اللي ربنا جابهولي أضيع وقتي وعمري وشبابي وصحتي ومشاعري وتوبتي في الأمور دي، وبعد كده افاجئ ان انا عدى عليا الوقت ومش لاقي الانسان اللي برتبط بيه. اللي بعده مشكله كمان، انه الانسان بيخش العلاقه الزواجيه وهو متخيل انه هيعمل الكلام ده، وطلع ان الكلام ده كلام فاضي، انه المواقع دي لا تظهر الحقيقه، ده عباره عن افلام اخراج وانتاج. مفيش كده، اللي بيتقال على المواقع دي اغلبيته ان ما كانش كله عباره عن اثاره بلا واقع، يقعدوا يتكلموا عن اشياء وعن اوضاع وعن احجام وعن، فاهمين انا بتكلم على ايه، وكلها عباره عن اخراجات زي الفيديو ده افلام الخيال العلمي، مفيش كده خالص. ويتكلموا على السوبر سكس والسوبر ايجو والسوبر هيرو وكلام كله ملوش اي اساس من الصحه، ده مجرد ناس بتبيع الفكره عشان احنا نشتري. فبتضيع حبك وطاقتك وعافيتك وصحتك ومستقبلك وحبك على ايه ده كله؟ انت ربنا شرع لك طريقه ما تمشي بيها وتبقى فرحان، يقول لك التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياتك. طبعا أنا سعيد بأسئلتكم بالمواضيع الجميلة اللي انتوا طرحتوها، ربنا يبارك حياتكم ونشوفكم على خير في المرات القادمة، وكل سنة وانتوا طيبين.